البساطة فن لا يتقنه الكثيرون. كثيرون منا يركضون وراء الحياة بشكل معقد، ويصنعون حولهم أقفاصا تحول بينهم وبين مجتمعهم وأسرهم وأصدقائهم، بل حتى في دينهم وشريعتهم. فأصبحت مفاهيم الحياة لديهم مشوشة، مفتقرة للجمال والروح. ولعل أحد أسباب ذلك التكلف وغياب البساطة وواقعية الحال، فلقد أصبح التنافس على الظهور بأحسن المظاهر شرطا عرفيا واجبا ممزوجا بنكهة البرستيج والإتيكيت. فعلى سبيل المثال، ترى صاحب وليمة فرح أو حزن مثلا يستدين ويتكلف فوق طاقته حتى يبدو بمظهر الكريم، حتى لو كان كارها لفعله. ولعل سبب ذلك هو حكم العادة وليس العبادة. وأيضا أحدهم قد وصل الأمر به بأنه بقى 4 سنين كاملة وهو يقوم بسداد وليمة عرسه مغطرا بقصة حاتم الطائي المعروفة. عندما قام بذبح فرس والده الذي كان مصدر رزقهم الوحيد فقط لإكرام ضيوفه، لم يكن يعلم حينها بأن ما فعله الطائي كان أقرب لمرض الشهرة ليس إلا، وأن المال بنظره كان فقط لاكتساب الثناء والشكر الحميد، بل حتى قيل أن زوجة حاتم قد تزوجته لكرمه وطلقته لنفس السبب. فوصل الحال إلى قتل أحلامنا وآملنا بالعادات والتقاليد المكلفة والمعقدة منها، التي قد تمرر وتمارس تحت غطاء الدين، والدين منها بريء. فكم من فتاة لم تستطع الزواج من شاب بسبب انتصار العادات والعرف، وكم من شاب لم يستطع كذلك لنفس السبب، وكم من صديق امتنع عن قبول ضيافة صديقه بسبب هم تسديد الدين. دين هذه الضيافة التي أصبح شرط حضورها مقابلتها بالمثل إن لم يكن بما يفوقها، وكم وكم، حتى وصل الأمر بأن من يحاول معالجتها أو تغييرها أو أن شخصا يستبرئ منها يواجه الكثير من الصعوبات والعقبات، فقد يصل في معظم الأحيان لحد القطيعة والهجر، بل وحتى التبرئة منه. رحم الله شيخ المفسرين الطبري، كان إذا أهدي إليه هدية مما يمكنه المكافأة عليها كان إذا أهدي إليه هدية مما يمكنه المكافأة عليها قبلها وكافأ صاحبها، وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليها ردها واعتذر إلى صاحبها. وقد وجه إليه ذات مرة ابن حمدان 3000 دينار، فلما نظر إليها عجب من الأمر، ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه، ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ لماذا نفتقر إلى تطبيق البساطة واليسر في حياتنا؟ ألم يقل ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ هذا الأمر في العبادة، فما بالك في العادة؟ لم نتكلف بما لا قدرة لنا بحكم سيف العرف والتقليد. حتى في مناط التكليف لم يكلفنا الشرع بمقدرة يصاحبها شيء من التعب، بل بما فيه مقدرة بوسع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن تطوعت أنت بأمر زائد فهذا شيء آخر، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وألف لام ميم يقولها نبينا الكريم 3 لهؤلاء المتعمقون الغالون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم: هلك المتنطعون. لأن الأصل في الإسلام أن كل العبادات سهلة وميسرة، وزيادة عن ذلك فقد خفف الله على عباده، فالزكاة لا تصح إلا لمن كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول والصيام. يسر الله تعالى للمريض والمسافر وغير القادر عدة من أيام أخرى، وللمريض الذي لا يرجى شفاؤه
يعفى من القضاء وعليه الكفارة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا حتى في الفكر. فليست الشطارة دائما بالتعقيد والتنقيب، ولكن بالإيمان الصحيح والفهم البسيط العميق. فذلك الشافعي رحمه الله يسأل: ما الدليل على وحدانية الله؟ فيقول: ورقة التوت، تأكلها الدود فتخرجها حريرا، ويأكلها الغزال فيخرجها مسكا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا، ويأكلها الحمار فيخرجها بعرا. فمن الذي نوع الأشياء والأصل واحد؟ فلا تبسطها كل البسط ولا تجعلها خلف عنقك. فلا المقصود بأن تتخلى عن الرفاهية أو أن لا تنعم وتتجمل بما أحله الله عليك، أو أن لا تتنافس عن المركز الأول، ولا أن تعيش تحت خط الفقر. لا، ولكن اجعل الدين حاكما لا تابعا. كن يسيرا بسيطا منافيا للتكلف وبعيدا عن اللامبالاة المطلقة. كن فردا من أفراد المجتمع مهما بلغت درجتك في الحياة، وكن ماهرا في ذلك الفن الديني المحمود وهو البساطة. فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا يأخذ أيسرهما. ما لم يكن إثما فكان دائما سهلا، يحب السهل. كن كما قال الدكتور سلمان العودة، فك الله أسره عندما عرف البساطة بأن أو عرف البساطة بأنها أن تكون ذو روحانية عالية وراحة بال. سأل النبي ذات مرة إعرابيا عما يدعو به، فقال: لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه السلام وهو يبتسم ونحن حولهما ندندن: تجرد من الصنعة والزيف وتألق كما خلقك ربك، خير دينكم أيسره وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. عش حياة البساطة، اركب سيارة الأجرة، اصنع ذكريات جميلة مع أصدقائك وأقاربك، تعرف على أهل الحي والمسجد، واصنع الطعام والشراب بنفسك، صم يوميا وتصدق ولو بالقليل، احمل حاجاتك بيدك. كن كما كان عليه السلام يخيط ثوبه ويغسل.